بهدف تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي، بما في ذلك رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج وتثمين مجهودات الأستاذ في مجالات التدريس والبحث والتأطير وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، وقعت الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي على اتفاق يهم تعزيز آليات الحكامة وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. باش هاد البداية هذه غتوصلنا إن شاء الله يد في اليد باش نوصلوا إلى إصلاح المنظومة ديال التعليم العالي باش تكون في مستوى التطلعات ديال المغاربة. ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي. ممكنش تكون عندك جامعة يعني بمعايير دولية إلا ما كانش عندك أساتذة باحثين اللي عندهم الكفاءات وبالمعايير الدولية. هذا هو التوجه الكبير، كيفاش نكونوا رأس مال بشري ديال الجامعة اللي هما غادي يكونوا رأس مال بشري اللي غادي يخدم لنا في البلاد ديالنا. كتعرفوا اليوم رأس مال البشري بالنسبة للمجتمعات ككل. وبفضل هذا الاتفاق سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير لسنة 2023.